كابتن طارق سليم هذا رجل من طراز فريد، الله يرحمه. وكأن عائلة سليم دي يعني أفرزت، ولدت لتحب الأهلي. أولاً ولدت لتحب الأهلي، وولدت لأن يكون كل واحد فيهم رمز بطريقته الخاصة. صحيح. يعني عبد الوهاب سليم رحمة الله عليه هو كان رمز، ولكن كان يتسم بالدبلوماسية والهدوء والتمسك الشديد بالصح والغلط. هم ثلاثة ماسكين في الصح والغلط، لكن سماته فيها هدوء عن لا كابتن صالح وكابتن طريقته ان يتهيألك ان هو ايه هيفوت وما بيفوتش. واخد بالك؟ كان دبلوماسي. ما كانش ينفعل، ما تشوفلوش انفعالات. الكابتن صالح حدوته لوحده. كابتن صالح ده كشكول من كل حاجه صح. ايوه. يعني سمات اداريه ما بينافقش، ما بيجاملش، ما بيبالغش، ما بيندفعش، عنده فكر ورؤيه وعنده قدره ثاقبه على ان يحكم على الافراد وعلى المواقف. ما بي صحيح، عنده تقييمات تاخد منك وقت على ما تاخد عنده فراسه الله يرحمه. تيجي بعد مده تقول مش قال الكابتن صالح قال عليه كده برضه؟ عنده فراسه. عنده فراسه. كابتن طارق بقى هذا الرجل الشفاف اللي عواطفه سابقاه. جميل ونقي، حتى لما كان يبان عنيف هو عنف نقي. ويروق بسرعه ويراجع نفسه، ما يبقى غلطان يقول لك انا غلطان. ايوه، ويراجع مواقفه. وانا يعني كابتن طارق ده بالنسبه لي شخصيه جميله جدا. وعارف انت ما محبه لمن بعد عداوه، كان في وشايه كبيره جدا بينه بينك وبينه من غير ما احس. لا والله، انا لقيت في يوم في الانتخابات الكابتن طارق بيلم نجوم الكوره، قال له الكابتن صالح سيبكم مني سيبكم مني، مفيش خوف عليا، طارق بيشطف في اسم عدلي القيعي. اوه، هيودينا في ده. قال كده بالظبط. انتخابات 96 92 92 اللي انا ما وفقتش. الثانية. اوكي. وطبعا هو كان لا مش 96، كان 80. 80 كانت بعد السنه اللي انا قضيتها مع الفريق مرتجي كمال الاستاذ كمال رحمه الله عليه، اللي نجح فيها كابتن صالح. اللي نجح فيها الكابتن صالح. انا ما يعني ما تمام. انا نجحت في الاولانيه، نجحت 76 وهو ما وفقش، هو نجح وانا ما نجحش. بالظبط. وكان مستاء جدا كابتن ازاي عمل كده. اتضح ان في وشايه ضخمه جدا من واحد طرف ثالث، كان لعيب كوره برضه، وكان الطرف الثالث ده مشكله. وبعد كده كابتن طارق لما سافرنا في غانا يبدو انه كان قدر غلطته، لانه بالغ في ان هو يكرمني ويقرب مني ويسالني في كل صغيره وكبيره. كمان وكان بيعتذر عن ما رضاش ان احنا ناخد اوضتين منفصلتين. واخد بالك؟ فدخلنا مراتي اول يوم غانا جبته فيليكس. احنا كنا رايحين نجيب لعيب تاني، فدخلنا الاوضه لقينا سرير وكنبه ومفيش وقت نطلب سرير اضافي. يا كابتن طب ما كل واحد ياخد اوضه. اقعد بقى بلاش، اعرف البلد دي مش كفايه ان احنا قاعدين مش عارفين ناكل لقمه غير وجبه هي بتتعمل طول الاسبوع، واخد بالك؟ بتاكل صنف واحد. ولقيته سايب لي السرير ويزعق ويشخط فيك، هتنام هنا وانا هنام هنا. يا كابتن ازاي بس الكلام ده؟ ما ينفعش كده، بلاش ما اوحى. ويتخانق ويزعق وكان الامر جد، واخد بالك؟ وبعدين عايز كان المفروض ينزل يوم الثلاث وانا هنزل هكمل انا اليوم الحد، لان اللعيب اللي احنا جايين ناخده احنا وصلنا الحد. فلقيناه يوميها مسافر يحترف في المانيا. ده اوجستين؟ اوجستين اهينفول. فاحنا قال لي انا بس فالمهم ايه؟ قال لي انا ماشي يوم الثلاث بس بسرعه. طب تحب افكرك بكلمه الكابتن طارق؟ هقولها بس دي هحكي لك دي. اتفضل. يوم الثلاث مسافر خلاص وعلى شركه اجنبيه، عرفوا انه طيار مفيش مكان، قالوا هتقعد معايا في الكوكب. وهسيبك يا عدلي معلش وبتاع ولازم انزل. جه يوم الثلاث الصبح قال انا مش مسافر. ازاي يا كابتن وكده؟ قال انا مش مسافر. مش هسيبك. مش هسيبك لوحدك. يتضح انه كان مسافر ليه بقى؟ عيد ميلاده كان يوم الاربعاء، وكان يعني اسرته عامله له عزومه ضخمه فيضحي بيها عشان ما يسيبنيش لوحده. 15 يوليو برضه، الف رحمه ونور على الكابتن طارق.